ايوه اي اي العب العب ويلي 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 يا بوي. هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، كيفكم شباب؟ بخير ان شاء الله. كل جام حبايبي مثل ما انتم شايفين خلفي شباب، شخصيه جديده يا اساطير. اسم الشخصيه وينه؟ شوفوا شو اسمه، دي بي اور دي بي شباب، مثل ما انتم شايفين حبايبنا الكرام الشخصيه هون. انا شباب بالنسبه للشخصيه شباب طورتها ليفل 2 بالغا شباب، بس حبيت اطورها مع بعض بس، ولكن هيك يعني طورتها لا تغزوني. اوكي حبايبي، بس وقفوا شوي قبل ما نبلش المقطع. حبايبي الكرام لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. وشي مهم شباب، بليز دعمكم حبايبنا من القناه الثانيه شباب، نزلت لكم من اليوم من يومين امبارح مقطع ستوري شباب، اتمنى انكم تروحوا تشاهدوه. هذا اللي هون اوكي، رحت لكم رابط تحت بالوصف يا اساطير. ولا شباب خلينا شباب ندخل على الشخصيه يا اساطير. اوكي شباب، بالنسبه اول شيء شباب حبايبي، يعني مثل ما انتم شايفين اول شيء بالنسبه للشخصيه، الشخصيه هي مش مثل شخصيه ارلوك ولا هيك يعني بتفعلها شخصيه نشط. اوكي هي شخصيه عاديه يعني مثل كيلي جوزيف هذول الى اخره حبايبي الكرام. اوكي طبعا شباب في مكان عم بسال على الخاصيه مثل ما انتم شايفين هونيك على الزاويه حبايبي، كسرت ايدي. عندنا ميزه شخصيه شباب سهله يعني ما هي صعبه ولا شيء، شخصيتها حلوه وكثير حلوه شباب، يعني بتفيدنا بالرومات بالرانكد باي شيء شباب. راح اقول لكم شو فائده الشخصيه. اوكي شباب بالنسبه للشخصيه عندنا هون ليفل 2 عندنا شباب شو مكتوب؟ عندها اطلاق النار اثناء الحركه، يعني لما تطلق النار وانت وانت عم تتحرك تطلق النار بتتحرك بنفس الوقت بيزيد سرعه الحركه بنسبه 7، طبعا هي ليفل 2 اوكي، والدقه بنفس الوقت. يعني شباب يعني كل ما تتحرك اكثر تتحرك وتضرب اكثر واكثر، كل ما يعني الحركه بتزيد. تمام حبايبي، سو ليديز اند جنتلمان حبايبي الكرام، خلينا نعمل نرفعها اوكي، نرفعها بجواهر اوكي، نعملها 50 جواهر تو هيك اللي نقدر نرفع ويلي 750. لا يا ربي مستطيل، يا ربي زنجبيل، خليها هيك شباب. ليفل 3 شباب راح نجرب، راح افرجيكم شباب الفائده المهمه بهذه الشخصيه شباب. اوكي حبايبي وقفوا شوي، طبعا شباب راح ندمجها يعني مع شخصية جوزيف اوكي، وراح نشوف كيف اللعب راح يكون حبايبي. راح نحط شخصية جوزيف مع طبعا شخصية جوزيف هون عندنا ليفلها اوكي، خلينا نطورها صار عملها ليفل 2، يعني مش شخصية مش لوز لوز يعني مش مطور على خير، بس ولكن شباب نحن بدنا نشوف الوضع. خلينا لا طاقية معلم، لا لبس توب طاقية، خلينا نحط له هذا اللبس يا اساطير، هذا لبس شباب يعني راح ينزل قريبا كمان عندنا بالسيرفر. خليه هيك شباب، نحط له نظارات كمان يا معلم، لا بدنا نشيل الشعرات خلاص، نظرات مع الشعرات وضعنا لوز لوز. الان شباب رح ندخل الان على اللعبه، ندخل تدريب ونفرجيكم حبايبي شو فائده هذه الشخصيه اساطير. اوكي ليديز اند جنتلمان خلينا ندخل بالتدريب اوكي، ونشوف الاوضاع يا حلوين، شوف كيف الدقه رح تشيل. رح ندخل اول شيء رح نجرب بتعرفوا شو حبايبي، رح اول شيء رح ندخل بشخصيه اي شخصيه عاديه اوكي، ومن بعد نجرب الشخصيه نشوف الفرق كيف رح يكون. لا شباب جتني فكره انه افضل من هيك شباب، انه مثل راح افتح الخانه الثالثه هي كمان تمام، وراح اضيف عليها كيلي حبايبي، راح اضيف شخصيه كيلي شباب عشان يعني الوضع يكون يعني كيف اشرح لكم، يكون الوضع يعني يكون يعني كان نحب بالرن كده واي شباب نشوف الوضع عندنا هون يا شباب. السرعه سرعه كيلي، سرعه جوزيف، يعني كله سرعه 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 بكل بسرعه اساطير. اوكي الان خلينا نحط شخصيه عادية اوكي، وبعدين ندخل على التدريب يا اساطير ونشوف الوضع شباب، نشوف كيف راح يكون اللعب يعني بس بشخصية كيلي يعني عادي نورمال اوكي حبايبي. من بعد نضيف الشخصية ونشوف الوضع. طبعا شباب نرجع نكرر حبايبي هون نعمل هون نختار هاي اوكي. طبعا انا شباب كيف يعني راح نستخدم هالشخصية، انا راح اشرح لكم كيف راح نسوي شباب الفكرة هالشخصية تمام. انا هون اللاعب شباب طبعا هون بمشي عادي اوكي، يعني بضرب بمشي عادي يعني اوكي، بس ولكن شباب الشيء راح نستفاده بالشخصيه شباب لما يكون بالرانك لما يكون ولا شيء ولا شيء. طبعا هون تمام راح نقول هي شجره اوكي، الشخصيه راح نستفاد منها شباب لما يكون بالرانك وخلف شيء شجره او شيء، مثلا نعمل هيك ندخل ونطلع، فهمت علي؟ يعني شوفوا شايفين هي هيك يعني تمام. حندخل تدريب شباب نفرجيكم كيف هذا، بعدين ندخل نجيب الشخصيه ونشوف كيف وضعها باللعب. ندخل تدريب معلم، نشوف شوف الوضع، تعال لهون ما شاء الله. بالنسبة الآن يعني ما عندنا ولا شيء، اوكي؟ طبعا هون هيك قصدي مثلا نعمل هيك، طبعا مرات بيكون دمنا خفيف بالرنك كده أي مكان شباب بالشرومات أو أي شيء، يعني لما بتضرب هيك بتدخل تدخل تطلع بيفيدك كثير، فهمتوا علي كيف حبايبي؟ سو الآن شباب خلينا نشوف الآن ندخل يعني هيك نجرب هيك عادي بس بشخصية حبيبي والله. ابلع ابلع يا جميل، ابلع ابلع الهيد شوت، ابلع الهيد شوت سوا، خلينا نعمل هيك
اوكي هيك هيك تعال 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 اوكي الان بدنا نحول على الشخصيه يا ساتير اوكي شباب نعمل هيك شخصيه جاهزه مع كيلي وجوزيف وهيك مع الليتر مع الليفل 1 2 يعني المهم يعني رح نستفيد من الامر سو نعمل هيك شباب طبعا الان خلونا ندخل شباب نشوف الفرق بين ال بدنا انا ليفل 3 يعني بزيد استرات خفه يعني 9% كمان شيء حلو يعني ليفل 6 15 35 يعني شباب رح نشوف مع بعض كيف الوضع رح يكون اوكي الان شباب رح ناخذ شيء اي سلاح ثاني مثلا شيء نحط مثلا نحط السكار ناخذ سكار مثلا شباب اوكي ورح نحسب حالنا نلعب مود الرانك تمام نعمل هيك اوكي ونحط الاشياء نحط مثلا السكار الساينس نحط هاي هيك نحط هاي هيك ونحط اللعيبه هاي هيك وضعنا لو شباب اوكي هي الشخصيه شباب خلينا نجربها هيك على شكل عادي نشوف الوضع لا والله شباب الصراحه حسيت بال هذا شايفين معي شباب كيف السرعه صارت شايفين معي كيف يعني مع الدقه افضل يعني حتكون شايفين يعني طبعا الدقه زادت وكل شيء رح ندخل شباب ونشوف الفرق بالرنكت نفس الخشب ورا الشجره ورا هيك شغلات حركات او حتى بالرومات شباب يعني فهمتوا علي كيف يعني لما تضرب بالاي سلاح شوف معي هيك والله الدقة منك والله الدقة يا شباب شوفوا معي ماني حاطط سكار انا حاطط سكار فهمت علي كيف اوكي خلينا نشوف هذا هيك 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 انا قصدي يا حبايبي وقف شيء ورا حيط نوت شفتوا شو كيف الحركة صايرة معي شايفين معي كيف حتى الدقة وقف شو معي دول اثنين عمي والله الدقة كمان يعني بالنسبة كسكار عادي خلينا نشوف طبعا هي مش فول شباب انتوا على كيف شايفين يعني اول لما تضرب شباب على شو حسب الحركه وحتى ويلي والله لوز اللوز والله لوز اللوز شباب يعني شايفين معي كيف شباب كيف الوضع بيكون يعني تمشي وتضرب فهمتوا حبايبي ما اذا لاحظتوا معي رح ندخل نطلع ونشوف الفرق شباب طبعا ممكن شخصية بنت تكون اخف رح نضطر تحط شخصية شاب تمام ونجرب الوضع طبعا خلينا نحط جوزيف عادي نحط جوزيف وندخل بالتدريب شباب ونجرب وضعها يا اساطير بشكل سريع ليديز اند جنتلمان اوكي شباب الان احنا بشخصية جوزيف تمام نجي طبعا رح نشتري بشكل سريع نشتري 2 ام بي 40 اوكي ام بي 40 يعني السلاح الجميل ام بي 40 والشوتجن يلا خلينا نجيب شباب وندخل بالتدريب ونشوف الوضع هيك بالضرب لاحظت معي شباب شفتوا الفرق حبايبي ولا كيف شفتوا الفرق والله انا بالنسبه لي لاحظت الفرق ارجعوا لورا وشوفوا شباب شايفين احنا نقول يعني خلينا نقول لهم شوفوا ناخذ مكان ناخذ مكان ونعير عليه مثلا هون شباب نضرب نشوف كم ثانيه راح وصل واحد اثنين هون معلم بوصل بثانيتين تمام قول بثانيتين تقريبا اي يكون ثانيتين من هون لهون تمام خلينا نقول ثانيتين تمام خلينا نطلع لبرا الان نطلع نحط الشخصيه ثاني ونشوف الوضع اوكي حبايبي الان دخلنا شباب بشخصية الديب ديب باي ولا ما اعرف شو اسمه معلم نروح نلحق طبعا الان راح نشوف شباب قلنا عليه تقريبا ثانيتين تمام حبايبي شو الفرق على الحيط راح يبين معنا الوضع طيب هون اوكي يا زلمه يا زلمه جاي ضروري واحد يخرب علينا ضروري واحد يخرب علينا يا اخي ضروري تخرب علينا الوضع اوكي شباب خلينا نشوف هات نشوف هذاك نرجع لهون ان شاء الله بيخربوا علينا معلم يعني شوفوا شباب بالحركة كيف الحركة عم تختلف يعني رح بحاول على البربر انا ما بلعب على الاحمر بس نعمل هيك اوكي يا اخي شباب هذول رجعوا لي راسي اقسم بالله معلم ابلع يا اخي عندهم سكنات وعندهم شخصيات فول عندهم سكنات وعندهم شخصيات فول يا زلمه يخرب بيت سنتهم اوكي شباب ناخذ شيء حد ثاني شباب ونشوفه من بعيد اوكي مع حبايبي يعني شخصيه ليفل 3 الان ما زيك ما عم تلاحظوا معي الفرق يعني انا الصراحه بالنسبه لي عم بلاحظ الفرق والله شباب يعني الشخصيه مثل ما قلت لكم يعني راح تنفعنا بهون بهي الطريقه هي نطلع هيك ندخل شوفوا هاي الطريقه مثلا شيء شجره او شيء نضرب على اليمين وندخل فهمت علي كيف مثلا نكون هاي الشجره والله لوز معلم هاي الشخصيه كثير راح تفيدنا بالرنك حبايبي شوف الدقة
طبعا ما في ما فيه سكين ولا شيء يعني ما في خاصية أبدا. تعال هون يا جميل، تعال 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 يا جميل تعال حبيبي والله. هون يا شباب مثل هذا هيك الشيء يعني. في معي كيف الدقة؟ تعمل هيك هيك شايفين؟ هي هيك 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 الحركة الحلوة يا شباب اللي حب الخاصية اللي يعني تفيدنا كثير. يا سلام يا سلام يا سلام. شو هو كريستيانو هون كمان، كريستيانو هون شباب. طبعا انا غير سيرفر شباب، فهمت علي؟ نزل يعني قبل. يا زلمة يخرب بيت سنتم، يخرب بيت سنتم. تعالوا تعالوا قنبله، هون في قنابل يا الله. ايش يقول وضع القنابل؟ ممكن وضع القنابل يعني يفترق كمان شوي. ابلع ابلع لوز اللوز معلم. اوكي ليتز اند جنتلمان حبايبي الكرام، ما راح اطول عليكم يعني اكثر من اي شاب. ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع حبايبي. لا تنسونا بزر اللايكات والشيرات والبارتاجات يا حلوين، ونشوفكم على خير حبايبي. ومن لكم تشاو، سي يو سون جايز. لا تنسون الفيديو هناك اوكي، هون هون معلم لوز اللوز اوكي حبيبي والله.